السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء. واليوم عندنا بعض الملاحظات. قمنا برش الجيت هذا أول قصة ناعم يصير يفيد الطيور في تأمينات قوية ومغسول، تعرفون الكيمياوي يخاف صاحب المزرعة أو يرش كيمياوي، فإحنا نقوم نغسله ونقدمه للطيور. هاي طير كلها جهزت والحمد لله، واحنا مكملنا التراب. شوف شلون صار التراب، وضعية شلون الشجر غطيناه بالتراب، تقريبا نص متر غطينا تراب ما تشوفون. وهاي صندة للشلال، هذا الشلال، هاي الصندة شوفوها طالعة من الشلال، الزايد مي الزايد ينقط منها كثير، ذيك الحنفية هنا الزايد مالته يروح نسقي بيه الزرع، هذا الزرع نسقي بيه. سوينا بعض العشوش، هاي العشوش من القصب، شوية حلوة ومرتبة، خليناها بهاي البورية. نعطي للحساسين هذا المعلف، بس حب أسود، حب الشمس أسود، وهذا خلص عندنا. ولا أنا خبطته ويا ويا أكل الكناري، وهذا أنا أخليه على مود الطيور تاكله. والله عد الملكي يطشر، يعني حطينا هاي المعلفية، شوفوا الملكي شلون يطشر بالقاع، هاي الأكل كله ذابه بالقاع، يعني هاي من يدخل هنا يقوم يطشر بمنقاره فيطشره كله هنا، بس هو هنا بالقاعية يعني ما يروح مكان بعيد، ماكو مشكلة على هاي الصبوة خليها انا. الحمد لله الموسم خير ان شاء الله على الجميع. تشوفون المحمية صفت ونظيفة وحلوة، يعني اذا هذا الفحل من العام عندي، جبت من مخاليف العام، وهذا هسه هو كامل انتج العام، يعني صار عندنا انتاج من عده. ومثل ما تشوفون يعني كملت المحمية تراب، وضيعت شكو ظروف صف الحايط هذا كله غطيته، وطيور يعني اشوفها مرتاحة، يعني انا بالنسبة لي انا مرتاح اني اشوف الطيور ترتاح. سوينا هالشي اقسام احواض للاشجار، وخلينا الحديقة هاي الصوندة تجري بيها. مثل ما تشوفون شلون خلينا هاي الاشجار، هاي الطيارة السوبر هنا استوها جاية المعيش، ما ادري بيضة واحدة بيضة بهذا العيش. واحنا خبطنا السوبر
والانجليزي، بس السوبر لسه ما يعني الانجليزي لسه ما زوج على السوبر الحمد لله، لان الطيور السوبر كل ما انا طيرته زاوج. زوجت عندنا الانجليزي على الانجليزي الحمد لله، واكو من عندهن على دم انجليزي. هاي راد لها شويه تنظيف المحميه من انا الاشجار، ننظفها ان شاء الله، بس هسه شتاء خليها شويه ضج على مود الدفو الهن. وهذا عندنا هاي الجهه نشيله على وجه الصيف، يعني بالربيع نشيله هذا الشجره فوق على مود يطق الجديد، وتنظيف الهن على مود يخليني شمس من هذا الوجه. هي بيها شمس الحمد لله، بس احنا نريد من هذا المكانات هاي الاشجار هاي نقص قص معدها فوق. وهذا نشوف شو مسوي به هذا اربع عشوش مع عشوشين هذا الفنجز. ونشرح لكم عن السقف مالتنا، لسه ما خلينا لايلون ولا راح نخلي لايلون، لان اكثر العالم يقول لي خلي لايلون، واللايلون ما اقدر اخليه يسوي عندنا تنفسيه وطيور راح تنضرب بالتنفسيه. الطير راح يذب عندك اللايلون، راح يذب عندك رطوبه زايد، راح يصير بيها عرق، يعني تعرق المحميه تصير بوخه وتعرق، فراح يصير عندك تنفسية. لا تقول لي صفحة ثانية افتحها، اراويك التشينكو. التشينكو شوفوا شلون، هذا التشينكو شوفوا شلون عرقان. هذا بالنسبة شوفوا شلون مفتوح السقف، ما في لون، بس الشبك هذا هاي اريدها من عندها تطلع شمس تدخل. هذا الساران موجود هنا، بس انا شريد اريد اشرح لكم عن اللايلون. عين راح اقرب لكم القطرات اللي جوه هذا الرطوبه. هاي الرطوبه تاثر على الطيور، شوفوا يعني من اقول لكم هسه هاي الرطوبه اذا حطينا اللايلون شو يصير بالطيور؟ شوف النقاط هاي، نسبة مفتوحة، يعني نسبة مو لعلون. انا اغطي لعلون، لعلون انت راح تجيب دواء وتحط لهم. خلنا داني عدني لكم لله المصعد، يا رب عليك. هاي هسه احنا وصلنا فوق، انا اراويكم تشيلكم باع الرطوبة مالت المي. متروسه مي، هذا مي، يعني اللايلون اللي خليناه بالمحميه فوق السقفيه راح يصير عندها تنفسيه الطيور. شمس ماكو، شمس تدخل، والجو من جو عرقان، راح الطيور تتاذى. بالنسبه لي اني مجربها الطيور بالمحمية طبيعي أحسن من ما يعني اعتبار هاي المحمية نفس الخارج. أنا أوفرلهن أكثر الحبوب والخضروات، مثل هاي الخضرة الجيت والبرسيم، مثل أصدقائنا اخواننا العرب يسمون الهندباء. انا اكثر الحبوب اجيبها بذور من البستان، يعني انا منوعلهن من نوع انواع الخضروات اللي بالبستان، مثلا الحبوب الشوكيه، الحبوب الرشاد والفجل، هذا كله اكو بذور تعوفه بالبساتين الناس، فاخذ نسبه قليله، يعني اطلب من عندهم نسبه قليله للطير هنا عندنا. يعني هو طير برا يتجول، هو ما ياكل، انت قاعد تذب له حنطه وتذب له دخن برا
فأنا هيك مسوي بهذا الحالة، والجزار وال والسوندار هذا كله خارج، يعني انت تطير برا خارج مو مثل ما بالمحمية، فانت توفر اللي تقدر عليه، توفر له للطير بذور من الخارج، يعني اكو بذور مثلا مال برسيم ومال الجد، تجيب فد كمية صغيرة هيك باقة صغيرة تجيبها تحطها للطيور، تجيب مثلا كمية من الجزر والموجود هو بالسوق وتبرش عليهن وتخلي هي. انا اخليه فد هسه خلاص عدي بين فترة وفترة بهذا المعلف، شوفوا شلون باقي بيه شويونه، وهذا ما يفيدنا بعد ندبه ونسوي غيره، هذا برش الهين وراح نبدل إضافة للخبز والثوم وعصير البصل والبيض، هذا شوفون القشر مال البيض بقشرة، ويا عصير البصل والثوم عصره بالخلاط البصل والثوم واخبطه ويا هذا شو اسمه، وهذا عندنا شوف البنية هنا هذا بيته كامل، هاي هنا مطشرة الحبوب اللي عندي، هذا الملكي ينبش بهاي البذور ماكو مشكلة، هو هنا على الصبة. فانصح لا تخلون ليلون اهل المحميات، لا تخلي ليلون، واذا اكو مطر الطيور اكو مكانات اشجار عندك مثلا تلبد بها، مثل هسه عندي ملكي عندي تقريبا 8 زواج او اكثر من الزواج ينامن في هاي الشجره، شوف هاي الشجره يغطي راسه بالاوراق ينامن جوا، هاي شوفون البراز مالتهن بالليل، شوفون المحميه شلون صفت، يعني هذا البراز مالتهن بالليل من ينامن الطيور هاي هنا تنام. إضافة للكناري، الكناري بالأشجار والحسون بالأشجار، بس الفنجز يختار مكانات ينام بها، ليش أنا كثرت هاي المعالف؟ أكو طيور من الفناجز حتى لو ما زوجت تدخل هنا عن البرد، هذا شوفوا، وهذا ما عليه شيء، يعني إذا تريد تمطر الدنيا لو يعني لا تريد طبله نسبة فد لنقطتين 30 نسبة، لأن هو باللفه مالته لافه حيل قوي، يعني الحمد لله. انا ما اتسوق من دنيا، انا ايش اسويهم على فراغتي اطقطق بهم، وشرحت لكم عن شلون اسوي العشوش، هذا الطير نايم هنا خطيه شوفوا، اضافه لهاي العشاش جوا هذا الجسر، هم اكو طيور تنام هنا جوا الجسر، شوفوها هذا الجسر مسافته طويله وبيه جوا هواي عشوش، بعض الشباب لحوا عليه على العلوم كانما هو المجرب مو مثل ما يقول، مثلا يابا حط لنا شوف عندي هاي البوم طلعت من برا، طالع لي برا خطيه وشلون دقه طالعه برا بزازين، شو اسمه شاق التور من هنا من هالجهه وهي ضاله برا، شاقه من هنا وراح ارجع اسويهن خطيه الطيره برا ضاله، وراح لو تموت من الجوع لو احاول اكمش غيرها ما اقدر، لان هاي البزازين بهاي الجهة سويت فتحة منه، يعني مو الشبك الثاني طقته، مو هذا والبوم يطلع من هذا المربع، فطالعة من هذا المربع وضالة برا هسه هي، واذا عدا فرخات هذا نيتش ام الفرخات، لا والله ذيك ام الفرخات، هاي
البوم هذا، راح احاول اكمشها لان هي طالعه من الصبح، يعني مو من البارح، لا طالعه من الصبح، واذا ما طلعت يطلع وراها الفحد دور. لا ما طببناها، عندنا هواي هواي الشبك ممزق من هالجهة اللي طلع عندنا البومات. كون تجي على هذا المكان وتدخل من عنده، لو اظل وراها لحين ما اكمشها بالزنيق. والله هذا الشبك شلون ممزق طالع من عنده. أصدقائي خلونا نكمشها ونرجع نقلكم كمشناها لو راحت. مع السلامة.